فين سوبرفيشال تيمبورال فين مع الايه يا اولاد بالسيرو فيشال فين ليمفاتيك درينج للباروتيد يا اولاد ليمف نودز. صعب الكلام ده كله سهل ولا صعب؟ الباروتيد جلاند لما يطلع يمشي على مصل اهي يخترق مين؟ يتفتح فين؟ اظن انتوا حفظتوها يعني. قصاد الدرس رقم كام يا اولاد؟ سكت ولا لور؟ ابر. عشان لسه طب مانديبولا هتاخدوها بتفرقوا بين خلاص كده يا اولاد؟ برافو عليكم. مين يقول لي السيرفيس اناتومي؟ الخط او التلت الوسطاني بتاع خط مرسوم من اللور بوردر اوف تريجاس للميدل او الميدل بوينت بتاعت الايه اللاين بين الاله والريد مارجن الشفا الحرف الاحمر. صعب ولا سهل؟ سنسوري وسمباثاتيك وبرا سمباثاتيك. هعيده انا كمان يوم الاحد قبل ما نبدا ان شاء الله الصبح الساعه 8 الصبح قبل ما نبدا السب مانديبولار والسب لينجوال. صعب الموضوع ده عشان خاطر احنا في الويك اند. ذاكروا الباروتيد عشان ده شغلكم. ساعات بيجي ستون هنا حصوه بتسد الباروتيد داكت وبيبقى مشكله. فالكلام ده مش هياخد منك مذاكره صدقني ربع نص ساعه. خلاص انت في ناس كتيره بسم الله ما شاء الله انا عارف انه حافظوا الكلام ده وفهموه. افهم الكلام يبقى سهل بالنسبه لك. خلاص يا اولاد ده بالنسبه للجزء ده. يوم الاحد الصبح ان شاء الرحمن الساعه 8 تكونوا متواجدين ما حدش يتاخر. هرجع لك النيرف سبلاي تاني والجلاند بسرعه نخش على السب مانديبولار والسب لينجوال نخلصهم لك عشان يبقى خلصنا منهم. دلوقتي بقى هتيجوا كلكم جنبي هنا هوريكم ايه؟ هوريكم العملي بتاع التمبرال والانفرا تمبرال فصه وكمان الجلانس واقول لك ايه اللي بيتسال فيه. خلاص كلكم تيجوا كده حواليا يلا. يلا اولاد كله هنا وتسمعوا الكلام ويعرفوا ايه اللي بيتسال في الامتحان. ما ادري تو بادي يلا انا عشان ما نضيعش وقتكم عشان لسه عندكم محاضره ثانيه. ما نفس الاول تو بادي تو بادي دقيقه بعد. بص بقى بعد اذنكم الناس اللي هنا دي ترجع خليك زي ما انت ارجع ورا عشان بس كله يشوف وانتوا هنا ارجعوا ورا شويه كده عشان كله يشوف وهنوريكم الحاجات وتفهموا. الاول يا اولاد اللي ركز معايا الدكتور طارق دلوقتي هيبقى يجي يديكم التمبرو مانديبولار جوينت. التمبرو مانديبولار جوينت عملي واخد بالك انا يهمني تعرف اللي هو الايه اي مفصل يا اولاد بيتكون من ايه عظمتين بيتمفصلوا سوا مش كده. فسطح التمفصل الاولاني يا اولاد اللي هو اللي اسمها الايه الهيد اوف ذا ماندبل ده سطح صح ولا غلط؟ ده الهيد. هتتمفصل مع مين يا دكتور نادر؟ مع الفصه ده اهي شايفين الفصه دي؟ ها؟ دي في التمبرال بون فاهمينها؟ شايفينها؟ اهو شايفين بتمفصل ازاي؟ يبقى هنا الهيد هتتمفصل مع الفصه دي عشان تديك مين يا اولاد التمبرو مانديبولار جون. العظمه دي اسمها التمبرال بون ودي المانديبولار ايه يا اولاد؟ الفصه بتاعتنا دي هنا فهمتوني؟ يبقى دي المانديبولار فصه يخش فيها مين يا اولاد الهيد ده شايفين؟ عملي ده العملي فاهمني؟ في الامتحان تيجي ازاي واحد يقول لي يا دكتور هلون لك دي ركز معايا يلون لك دي هقول لك ايدنتيفاي تقول لي الهيد او ايدنتيفاي تقول لي مين يا اولاد؟ المانديبولار فصه اوف يا اولاد تمبرال بون. عارف السؤال هيجي ايه؟ منشن الاذر بون ارتكيوليتنج ويز. لو انا لونت دي بتقول لي هتمفصل مع دي لو لونت لك دي هتقول لي بتمفصل مع دي. ادي اول سؤال. عارف ثاني سؤال يقول لك ايه؟ نيم التايب اوف ذا جوينت هيقول لك ايه نوع الجوينت؟ طبعا هتشرح نظري دلوقتي تقول له ساينوفيال انه نوع من الساينوفيال. منشن الموفمنت اللي بتحصل فيها اللي هي اوبننج اللي هي ديبريشن والفيشن وبروتراكشن وريتراكشن وسايد تو سايد. ومنشن وان ماسل ده مش كل الاسئله دي هتيجي نجيب لك حاجه منها اللي انا شرحته لك بقى ايه اللي واحده من تعمل بروتراكشن واحد تعمل ريتراكشن واحد تعمل الفيشن واحد وهكذا. فعرفت الامتحان يجي ازاي؟ يبقى انا هنا اولاد يا اما هلون لك الهيد شايفينها يا اما هلون لك الايه المانديبولار ايه يا اولاد فوس فهمتوني؟ ده العملي بتاعنا نظري الكلام ده هيتذاكر كله بقى فهمتوني؟ ها؟ يبقى انا اولادي هلون لك الهيد يا هلون لك ايه يا اولاد؟ المانديبولار فوس. ايه الاسئله اللي هتتسال تاني؟ لو لونت لك عظمه منهم اقول لك قول لي العظمه الثانيه اللي بتتمفصل معاها خلاص؟ هسالك نوع المفصل، هسالك الحركات اللي بتحصل في المفصل او قول لي عضله مسؤوله عن كل حركه، اللي بيعمل الليفيشن دكتور نادر قال كلهم بيعملوا الليفيشن مع اللاترال تريبويد، اذكر بقى واحده ثلاثه من الثنائيات الثانيين. كل اللي بتعمل بروتراكشن كلهم عدد تمبورال اللي بيعمل ريتراكشن تمبورال اللي بيعمل ايه ديبريشن لاترال تريجويد لما تذاكروهم طبعا فهمتوني العامل بتاع التمبرو مانديبولار جوين هلون لك سيرفيس واقول لك مين السيرفيس الثاني اللي بتمفصل معاه فهمتوني يا اولاد يلون لك الفصه يلون لك الهيد بتاع المانديبول وعرفتوا الاسئله اللي هتسال نوعها ايه المومنت اللي بتحصل فيها ايه الليجامنتس اللي هي بتاعت اللي بتاعت فخليها لما تاخدها نظر فهمتوني يا اولاد سهله دي ما فيهاش حاجه العملي بتاعها
تعالوا بقى ناخده يا اولاد. هوريك في العينات دي، هوريك كل حاجه برضو من اللي فاتت. بص يا اولاد كده معايا، مين شاطر يقول لي مين العضله ده؟ برافو عليكم. دي مين يا اولاد؟ مسيتر مصر. دي واحده من الماسلز اوف ماستيكيشن. دي مين يا اولاد؟ مسيتر عريمس. دي مين يا شباب؟ مسيتر. واضحه؟ لما تجز اسنانك تلاقيها. دي مين يا اولاد؟ المسيتر. شايفينها دي يا اولاد؟ ها؟ عارف السؤال يجي ازاي؟ هقول لك ايدنتيفاي، هتقول لي مسيتر مصر. خلاص كده السؤال هيجي عليه حاجه من اتنين، يا نيرف سبلاي يا اكشن. لو نيرف سبلاي تقول لي الدكتور نادر قال لهم كلهم واخدين من الانتيرو ديفيجن ما عدا الميديا، يبقى دي من الانتيرو ديفيجن. الاكشن كلهم بيعملوا بروتراكشن ما عدا مش عارف مين، يبقى دي بتعمل كذا. كلهم بيعملوا اليفيشن ما عدا كذا تعملها. خلاص العضله الثانيه بقى قدامها اولاد اللي جنب الانجل اوف ذا ماوس، مين يقول لي دي اللي بتتنفخ؟ دي مين يا اولاد؟ دي في الفيس بس انا بوريها لك برضو. دي مين يا اولاد قدام المسيتر؟ دي مين يا اولاد؟ الباكسينيتر. وهسالك نيرف سبلاي اكشن، يبقى اي عضله هسالك يا نيرف سبلاي اكشن. طبعا دي المسيتر واللي عند الفم دي مين يا اولاد؟ باكسينيتر. واضحه؟ سهله ما فيش اي مشكله. خلاص كده ادي عضلتين. واحد يقول لي حلو قوي دكتور نادر، من فضلك بقى انا شايف حاجه عامله زي الشغل كده قدام الودن، حد يعرف يقول لي ايه ده يا اولاد؟ ده باروتيد. باروتيد. يبقى هسالك في الامتحان ايدنتيفاي، هتقول لي مين يا اولاد؟ باروتيد جلاند. هنقول تقول لي مين؟ باروتيد جلاند. هتقول لي مين يا اولاد؟ باروتيد جلاند. عارف السؤال اللي سأل هنا بقى؟ عد معايا المسيتر دي كده. خلاص الباروتيد جلاند عد معايا. اول حاجه هقول لك الريليشنز بتاعت ايه، لاترال سيرفيس او الانتروميديال او البوستروميديال. خلاص هسألك عن نيرف سبلاي، هسألك على الارتيريال سبلاي او الفينوس درينج او البلاد سبلاي على بعضه او الليمفاتيك درينج او الاستراكشرز انسايد، الكلام النظري اللي انا شرحته. انما يهمني دي تعرف دي الباروتيد. الحاجات السؤال اللي هيجي عليها ده نظري. خلاص واحد يقول لي ده حلو قوي دكتور نادر، انا عايز بقى توريني الدكت اللي طالعه منها. هقول له الدكت طالعه وعليها حته جراند الاكسسوري اللي انا وريتها لك. شايفين يا ولاد الدكت؟ شايفين حته الجلاند اللي عليها دي باروت الدكت، ودي الاكسسوري ايه بارت اوف ذا جلاند. شايفين الدكت؟ ها ودي ايه يا ولاد؟ الاكسسوري بار. شايفين الدكت يا ولاد؟ اهي اهي، ودي حته الجلاند الصغيره اللي عليها دي، دي الدكت يا ولاد شايفينها، والحته الاكسسوري الصغيره دي. شايفين دي الدكت ودي الحته الاكسسوري اللي عليها. دي الدكت يا اولاد، شايفين الدكت اهي، تخترق الباكسينيتور وحته جلاند صغيره عليها اللي هي ايه؟ اكسسوري. دي الدكت يا اولاد ودي حته الاكسسوري اللي عليها. شايفين الدكت يا اولاد وحته جلاند عليها اللي هي مين؟ اكسسوري جلاند. خلاص؟ واحد يقول لي الدكت بتيجي في الامتحان، اقول له ايه ايه الدكت دي؟ هتقول لي باروت الدكت. عارف السؤال اللي يجي عليها ايه؟ اين تفتح؟ ها؟ ليفل السبيول اوزيت الابر او السيرفس اناتومي. يبقى الباروت الدكت يسالك بتفتح فين؟ يا السيرفس اناتومي. الامتحان ما يخرجش بره الحاجات دي، لو جينا نحطه هنحطه من الحاجات دي. نظر دكتور ما تجيب لي مساره يعني من اول بدات الى تنتهي. امتحان عملي في النظري طبعا، انما في النظري العملي لا، العملي العملي لازم حاجه ما تاخدش ثواني منك. تفتح فين؟ يا السيرفس اناتومي. انما مسارها ده بقى تشرحه لي بقى في النظر. خلاص كده يا اولاد واضح الحاجات هنا؟ واحد يقول لي يا دكتور طب ايه الجلاند الحلوه اللي تحت الفك دي يا اولاد؟ دي السبمانديبولا. لسه ما شرحناهاش، بس هي دي مين يا اولاد؟ السبمانديبولا. دي مين يا اولاد؟ السبمانديبولا. ودي مين؟ البارود. دي مين يا اولاد؟ السبمانديبولا. ودي مين يا اولاد؟ بارود. دي مين يا شباب؟ سبمانديبولا. ودي مين؟ بارود. دي مين يا اولاد اللي تحت الفك؟ سبمانديبولا. ودي مين يا اولاد؟ بارود. دي مين يا اولاد؟ سبمانديبولا. ودي مين؟ بارود. دي مين يا شباب؟ سبمانديبولر. ودي مين؟ باروتيد. دي مين يا شباب؟ سبمانديبولر. ودي مين يا اولاد؟ باروتيد. واحد يقول لي طب والسابلينجوال يا دكتور ما بتبانش عملي؟ السابلينجوال ما بتبانش عملي. خلاص كده يا اولاد؟ سمعتوا الكلام بيقولوا ايه؟ السبمانديبولر ما بتبانش عملي. اسف انا اسف اسف، السابلينجوال ما بتبانش عملي عشان تحت اللسان وتحت الفلور ما بتبانش. يبقى انا في الامتحان هجيب لك السبمانديبولار يا هجيب لك ايه يا اولاد؟ باروتيد. انما السبلينجوال كعملي لا، انما نظري تيجي. خلاص في العينه دي يا اولاد، شايف العينه دي؟ مين شاطر يقول لي دي مين؟ سبمانديبولار. ودي مين يا اولاد؟ باروتيد. وده مين؟ الضغط. دي مين يا اولاد؟ سبمانديبولار. ودي مين؟ باروتيد. ودي مين يا اولاد؟ الضغط. دي مين يا شباب؟ سبمانديبولار. ودي مين؟ باروتيد. ودي الضغط. ها سبمانديبولار باروتيد. ودي مين يا اولاد؟ الضغط. خلاص كده. طيب هنا بقى في العينه دي ده عشان موديل باينه، تا
تحت اللسان اولاد في جلاند تاني دي سابلينجوال، يبقى اللي تحت اللسان هنا اولاد سابلينجوال، يبقى اللي تحت مين اولاد اللسان سابلينجوال ودي ايه سابمانديبول، يبقى اللي تحت اللسان سابلينجوال سابلينجوال، واللي تحت الفك مين اولاد سابمانديبول، يبقى اللي تحت اللسان مين يا شباب سابلينجوال، واللي تحت الفك مين سابمانديبول، اللي تحت اللسان سابلينجوال ودي مين اولاد سابمانديبول، دي سابلينجوال ودي مين اولاد سابمانديبول، خلاص كده كويس قوي. انت تفتكر يعني ديت ولا اللي تحت لسانك؟ السابلينجوال اصغر، السابمانديبولار وسط يعني اللي بعد الباروتيد، مع لسه ما شرحناهاش نظر. مين يقول لي اولاد في العينه دي اولاد مين دي باروتيد؟ شايفين اولاد والدكت بتاعتها. واحد يقول لي دكتور انا شايف الجلاند دي طالع منها حاجات بيضاء نيرفز كتيره، شايفين دي البرانش بتاع الفيشيا، شايفين اولاد البرانش بتاع الفيشيا، شايفين البرانشز بتاعت الفيشال نيرف؟ مش هقول لك قول لي مين التمبرال ومين زيجوماتيك، لو سالتك عليه تقول لي برانشز وفيشال، مش مطلوب تحدد ده مين تمبرال ومين زيجوماتيك. يبقى اولاد الابيض اللي طالع منها ده اولاد اهو من فوق ومن هنا، ده مين اولاد؟ منطقه اهي يا ابني اهي، خلاص كل الابيض ده مين اولاد؟ النيرف. الابيض دي مين اولاد؟ النيرف، والدك طبعا هنا كبير. يبقى كل اللي طالع منها ده اولاد برانشز. اوعى حد يقول لي ده تمبرال، تكتب لي كده برانشز اوفيشال نيرف، ما تحددليش دي مين تمبرال ومين ايه اولاد زيجومات. يبقى اللي طالع منها ده مين اولاد؟ البرانشز بتاعت مين اولاد؟ اوفيشال نيرف. والضغط طبعا هنا برضو نفس الكلام اهي. طيب واحد يقول لي يا دكتور ده حلو قوي كده، انا عايز بقى بص في العينه دي يا اولاد، خدنا احنا شفنا المصيده مش كده، واحد يقول لي مين العضله دي يا اولاد الحلوه ده؟ تمبرال. برافو عليك، دي مين يا اولاد؟ تمبرال. والسؤال اللي هيجي يا نيرف سبلاي يا ايه يا اولاد؟ اكشن. يبقى دي مين يا اولاد؟ تمبرالز مصر. دي مين يا اولاد؟ تمبرالز مصر. دي مين يا شباب؟ تمبرالز مصر. نشوفها في عينه ثانيه، نشوفها في عينه ثانيه. فين فين فين؟ يمكن في عينه هنا. بصوا هنا بقى اولاد، في دي ده الفاشيا الابيض ده ودي الجلان، يبقى ده التمبرال فاشيا ودي مين اولاد؟ الجلاند تحتيه، يبقى دي التمبرال فاشيا ودي الجلاند، يبقى العضله اللي في جنب اللي بتيجي في جنب الراس كده اولاد هي مين؟ تمبراليز ماسل، ودي الفاشيا اللي عليها، يبقى العضله دي مين اولاد؟ تمبراليز، وده الفاشيا، دي مين اولاد؟ تمبراليز، وده مين اولاد؟ الفاشيا، ده مين يا شباب؟ التمبراليز والفاشيا، رجلها وقعت. طيب واحد يقول لي كده حلو قوي يا دكتور، شفنا التمبراليز، مين اولاد العضله دي؟ تمبراليز. والجلاند اللي هنا؟ الجلاند اللي هنا؟ طب في نيرفز طالعه هنا؟ فيش. برافو عليكم، مش كده؟ في ضغط ماشيه كده اللي باروت دي يا اولاد. فاضل لنا بقى ايه اللي بيبان في الانفرا تمبرال فصة عملي يا دكتور نادر؟ خد معايا بقى عشان ابينها يا اولاد، لازم اكسر لك الريموس. خلاص؟ فالاول حد فاكر الكلمتين اللي انا قلتهم يا اولاد؟ بلاقي عضلتين، واحده بالعرض اسمها لاترال، واحده مايله اسمها ايه يا اولاد؟ ميديا. مين اللي شايل الارتري؟ مين اللي رافع الارتري؟ لاترال. مين اللي رافع النيرفز؟ ميديا. بس اشغل دماغي بقى على كده، هلف واوريها لكم. الناس اللي هنا شايفين العضله اللي بالعرض دي يا اولاد؟ اهي دي اللاترال، وده على المجزله دي ارتري. خلاص؟ العضله اللي بالعرض دي لاترال، اللي ياكد لي انها رافعه المجزله دي ارتري. العضله اللي ماشيه بالعرض وليها راسين دي هي دي اللاترال تريجويد وعليها المجزيلاري ارتري، وبالتحديد ده السكند بارت اللي عليها. العضله اولاد اللي ليها ابر هيد ولور هيد دي اللاترال وعليها ارتري اهي، الارتري اللي عليها هو مين اولاد؟ المجزيلاري ارتري. شايفين العضله الحلوه دي يا اولاد؟ دي اللاترال ليها تو هيدز ابر ولور وعليها ارتري اللي هو مين اولاد؟ مجزيلاري ارتري. يبقى لو جات لي في الامتحان في عضله بالعرض وعليها ارتري، يبقى دي اللاترال تريجويد والارتري ده مين اولاد؟ ماكسيلاري ارتري. دي العضله دي اولاد لاترال تريجويد والارتري اللي عليها يعني انا عمال ازعق على اخر وانت هتتكلم وتضحك؟ ما انا ممكن اقول لك مره اللي تتفلى واللي يشوف يشوف ما يشوفش عنه ما شاء. ده اللاترال تريجويد والارتري عليها مين اولاد؟ ماكسيلاري. يبقى اللاترال تريجويد بالعرض دي وعليها الارتري ده المجزيلاري، والعضله دي لاترال يا اولاد تريجويد، ده اللاترال تريجويد وده مين؟ المجزيلاري. واحد يقول له دكتور العضله الثانيه، هقول له اهي ماشي عليها تو نيرفز، شايفين اولاد التو نيرفز؟ وادي العضله اللي تحتيهم باينه، يبقى العضله ميديال تريجويد ودول اللينجوال وانفير الفرا،
طب افرقهم ازاي يا اولاد؟ النيرف اللي انتوا شايفينه ده داخل جوه المندب ولا لا؟ داخل اهو، داخل جوه المندب لو صح، يبقى ده الانفيرو البلور. يبقى الثاني مين يا اولاد؟ لينجوال. هنا اولاد في عضله اهي عليها تو نيرفز صح، اللي على الارض اللي ماليش دعوه بيه، اللي عليها النيرفز، ادي تو نيرفز دي الميديال تيريجوي خلاص. النيرفز بقى مين اللينجوال ومين الانفير الفلر يا دكتور نادر؟ بص النيرف ده داخل جوه فين يا اولاد؟ المندب، يبقى ده الانفير الفلر، ويبقى ده مين يا اولاد؟ اللينجوال. نشغل دماغنا. هنا اولاد في عضله شايفينها رافع النيرفز، ادي نيرف ادي نيرف، دي الميديال، انما اللي رافع الارتر تبقى مين يا اولاد؟ ماكسيلاري، ودي اللاترال. طب النيرفز دي واحد لينجوال واحد انفير الفلر، ارفعهم ازاي؟ اعرفهم ازاي؟ النيرف اللي انا باش اقول لك عليه ده داخل جوه العظمه ولا لا؟ داخل، يبقى ده الانفير الفلر، ويبقى الثاني مين يا اولاد؟ لينجوال. ده مش داخل جوه العظمه، ده داخل الايه؟ التانج. بصوا هنا يا اولاد شايفين تو نيرفز اهو، عضله شايلاهم، العضله اللي شايلاهم دي يا اولاد الميديال تريجوي. طب الدكتور اعرف التو نيرفز ازاي؟ شوف النيرف ده اولاد داخل جوه العظمه ولا لا؟ داخل، يبقى ده الانفير الفا، يبقى الثاني يا اولاد هو مين؟ اللينجوال. يبقى اللي هيخش جوه العظمه مين يا اولاد؟ واللي مش هيدخل اللينجوال، والعضله اللي تحتيهم ميديال. هنا اولاد انا عندي كده دي في عضله اهي ميديال تريجوي، ده النيرف ده انفير الفلر ولينجوال. عرفت ازاي يا دكتور؟ اقول له الانفير الفلر داخل جوه البون اهي، الثاني مش داخل جوه البون، يبقى ده اللينجوال وده الانفير ايه؟ الفلر. ادي عضله اهي شايفينها رافع النيرفس ولا لا؟ في عضله رافع الارتري وعضله رافع النيرفس، اللي رافع النيرفس الميديا. طب يا دكتور نادر مين الانفير الفلر ومين اللينجوال؟ بص النيرف ده اولاد داخل فين؟ هو المانديبول اهو، يبقى ده الانفير الفلر، واللي مش داخل يبقى مين يا اولاد؟ هنا اولاد ادي تو نيرفز تحتيهم عضله، وادي الارتري وتحتيه عضله، يبقى اللي تحت النيرفز ده الميديا. طب مين يا دكتور نادر الانفير الفلر؟ اقول له اللي داخله جوه العظمه ها ده الانفير الفلر، واللي مش داخل يبقى مين يا اولاد؟ لينجوال. يبقى عندنا ده الميديال تريجويد عليها تو نيرفز لينجوال وانفير الفلر. النيرف ده اولاد داخل جوه العظمه ولا لا؟ داخل جوه العظمه، واللي مش داخل يبقى مين يا اولاد؟ اللينجوال. يبقى اللي داخل جوه العظمه انفير الفلر، واللي مش داخل لينجوال. ركزوا لي بقى يا اولاد في الانفرا تيمبرال والتيمبرال، مين العضله دي يا اولاد؟ ومين دي؟ كسرت ولقيت جوه، لقيت عضله بالعرض وعضله مايله اللي بالعرض لاترال، اتاكد ان عليها ارتري اللي هو مين يا اولاد؟ ماكسيلر. العضله المايله دي ميديال عليها تو نيرفز لينجوال وانفيرال. مين اللي هيخش جوه المانديبول؟ لينجوال ولا انفيرال الفلر؟ يبقى الثاني مين يا اولاد؟ اظن مش هتلاقي اوضح من كده. الجلاند اولاد اللي قدام ودنك دي هتبقى مين؟ باروتا. والدكت اللي طالع منها الدكت، والجلاند اللي تحت الفك ده اظن كده شفنا عامل حتى بتاع المره الجايه. عرفتوا العمل بيجي ازاي؟ الجلاند هسالك عليها يا ريليشن يا بلاد سبلاي يا ليمفاتيك درينج يا نيرف سبلاي، ده في العمل نظر ده ما اسالك في اي حاجه. الجلاند المسلز يقول لك يا نيرف سبلاي يا اكشن، تعرفها والنيرف سبلاي والاكشن. فهمتوني يا اولاد؟ ماكسيلاري ارتري لو شاورت عليه تقول لي ده السكند بارت، هقول لك قول لي مثلا ثلاثه برانشز، تقول لي للمصيطه اللاترال ترجود ميدل ترجود، خدت الدرجه خلاص. او اقول لك الارتري ده الاورجن بتاعه منين؟ يعني بيبدا فين وترمينيشن بينتهي ايه؟ فين؟ فهمتوني يا اولاد؟ عرفتوا العملي؟ العملي سهل ما فيهوش اي مشكله. يبقى انا العملي بتاعنا محدد، عضله شايله ارتري تبقى اللاترال، عضله شايله نيرفس تبقى يا اولاد الميديا. خلاص العضله دي تيمبراليز اللي بجز على اسنان دي مين؟ مسيطر، وقدام الفم هنا باكسينيل. خلاص كده اولاد العمل سهل ولا صعب؟ يا ريت تقروا موضوع الباروتيد عشان يبقى سهل بالنسبه لنا، مكانها الريليشن بلاد سبلاي مش عارف الكلام ده كله كلام فارغ. يوم الحد ان شاء الله لو كلنا عمر الصبح الساعه 8 تكونوا بدري هنا عشان نشيك على الباروتيد كده بسرعه، ونخش نديكوا الساب مانديبولار والساب لينجول. انتوا شفتوا العمل بتاعهم تخليه مكانها خلاص كده. والساعة 12 الدكتور طارق يبقى يديكوا بقى الغدد الصماء بقى الكظرية والحاجات التانية اللي هتقعد. حد فاهم حاجة؟ يلا توكلنا على الله كل حاجة نفع. فين يا ابني التحضير فين وريني؟ يا شباب كله خد تحضيره يا أولاد؟ حد ما خدش تحضيره؟